السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيف حالكم يا جماعة؟ إن شاء الله يكون تمام. اليوم هذا المقطع قصدي إنه هذا الفلوج راح يكون عن نطلع بر أو نقول جبال، أيوة، ونفتح النار، تمام؟ أنا وسعد طبعاً العائلة كله إحنا رايحين في جبل، وهذا اليومين في برد كثير، فقررنا نطلع. أيوة. حطب وجمر هذول. أيوة. فيلا نبدأ. ونروح العفش ما شاء الله جاهز دحين، يعني العفش هذه الاشياء طبعا دحين هذا سعد راح يحطه في السياره. إيه ما حد بنيت سعد، انا مسكين. فين السياره؟ برا صح ولا في الحوش؟ برا صح. طب روح حط هذه الاشياء، بعدين تعال شيل الاشياء الباقيين حقت الحطب، قصدي حقت النار. طبعا نجاة دحين جالسه وتشوف تلفزيون. نجاة شكلك انك انت مو يعني متحمسه، ليش يعني كذا حسك؟ ها مو متحمسه احنا رايحين في الجبل؟ لا ليش؟ عشان هناك برد كثير مره. ايوه برد مره كثير صح، هذه صح عليكي. ترى ايش تشوفين؟ دراما. اوكي انت خلاص جاهزه صح؟ لابسه عبايه خلاص اكيد جاهزه. طبعا هنا حمدان كمان جالس وهو كمان مرة مستعد، خلاص رايحين، وكمان هو من شكله انه هو خلاص متحمس. ها حمدان سي هاي. طبعا يا جماعة دحين طالعين، فهنا تشوفوا الاجواء مرة حلوة، دحين بوريكم الغيوم. الله شوفوا كيف ما شاء الله، مرة غيوم واجواء مرة حلوة جدا ما شاء الله. الحين خلاص طالعين، احمد جاء. يلا نعد تقفل الباب. ايش قاعد تسوي انت؟ ما شاء الله شوفوا هنا في حينا سووا سوق قلعة. اسمه سوق قلعة، سوق قلعة. الحين راح يفتحونها. بسم الله. أحمد بشويش. ما أنتم خايفين؟ طبعا يا جماعة دحين احنا رجعنا خلاص، قبل شفنا المكان، دحين رجعنا لانه المشكلة نسينا الولاعة، كيف نشغل الحطب؟ احنا رايحين البقالة عشان نشتري الولاعة. سعد انت كيف نسيته؟ يعني بالله انت نسيته؟ والله الكبريت نسيته، بس رجعنا عشان نشتري الولاعة. لانه انا خليت لسعد انه هو راح يشيله، وسعد خلالي لي انه نجوى راح يشيله. اللي يجي الله يسلمك. دحين ايش نسوي؟ انا الحمد لله ما عندي شيء، الحمد لله كذا جالس. انت اصلا ما سويتي شيء. ايوه بس انا صحيت الساعة 9 الصباح في النوم، جبت هذا عشان النوم. بس تبغي تنامي حتى في السيارة كمان؟ ايوه يلا سعد اطلع. ايوه في السيارة كمان، اهلي كمان ما في السيارة. ما الحمد لله سعد دحين جاب الكبريت. دحين لا سعد لا انتبه، انا جبت انا عشان نلعب، اذا جينا عشان نلعب اذا دحين يا رب انه نحصل المكان. ايوه المكان احسن، اهم شيء المكان، اذا حصل المكان حلو راح نجلس. انا جبت اونو عشان يلعب بالهواء، راح يطيروا كيف نلعب. ايوه ترى في هواء اليوم، بس انتوا لعبتوا معاه راح تمسكوها. الحمد لله يا جماعه وصلنا خلاص هنا، الاجواء كمان حلو، كمان مره بارد، كمان في هواء كثير كمان. رحت يعني انتم راح تحسوا انه شوفوا يعني صوتي يكون كذا في الهواء، يعني ما يجي كثير. المهم هنا بشوف
ايش رايكم سويتوا؟ سويتوا نار ولا لسه؟ فتحتوا نار ولا لسه؟ هنا خلاص نجهز وجبنا الشاي هنا عشان شوفوا مرة برد. برد. ايوه الهواء كمان مرة كثير. شوفوا احمد هنا في جدة جاء في جدة برد اكثر من طايف. ايوه طارف طار اكثر مننا كل مرة. دحين في الطايف اعتقد انه في ثلج هناك. احنا 20 درجة طايف 5 درجة. 16 لا اخر برد في جدة 15 وابرد اشهر كذا. جيبوا هذا حق ياس ايش احمد هذا حقي. لا انا مره بردان اديني لا لا حق نجوى انا هذه حقتي جبت لي انا هذه حمدان قاعد تتحرك ساعة. احمد جيب حمدان هنا ترى برد مره كثير. لا يا شاف شوكولاتات اوه عصيره امي قاعد تشغل نار شوفوا لا صدق النار ممنوع بشوفوا ساعة شوفوا هناك جاية الحين انا رايحة عشان بشوفهم انه كيف يعني سووا فتحوا نار ولا لسه. جيبوا شيء هنا عشان يكون مقفل كذا عشان ما يجي الهواء. سعد جيب شيء هنا مو هنا جيب هنا حجر وشيء هنا روح دور زي كذا دور اجي في ليش هذا ايوه جيب ايوه طلع الكوب لا حطوا فيه مويه كيف حطوا مويه طيب وبعدين حطوا فوقها ايوه اول شيء نحط فيها مويه وحليب كل شيء بعدين السياره السياره امي يما ايوه قدمها شويه انا مضبوط كده امي تمام قدمها شويه كده. حمدان هو جالس سعد معاه جالسين في جوال تبغى تكايا؟ في؟ ايوه في نجاة يلا سعد روح تروح نجاة يلا روح يلا نجاة روح يلا 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 انت اللي جيت جلست هنا خلاص انا وحيد اقوم يمشي اروح اقوم الا انت وحيدك احنا كلنا ايوه مع بعض بردان فين الوصل شاي؟ الاجواء حلوه مع نجاد قلت لك مع سعد لا مع نجاد الاجواء حلوه مع حمدان مع حمدان ياكل حمودي ادي يبغى جنبي سعد حطوا لها جنبي هنا يلا سعد حطوا يلا جنبي هنا نجاد حطيه ترى معي مره جاهز ها نجاد طرحتك نجاد غبية ما حسيتي انت؟ لا انا جيت هنا مليون مرة دائما هي مسكينة طرحتها تطيح هي ما تحس واحدة مرة تخيل يا جماعة واحدة مرة طاحت بنص الشارع الرجال قاعد كذا يشر كذا يشر يقول ايش في كذا مريضة قاعد يشر يا اخي شفت طرحة ما طرحة ما هي موجودة طرحة انتبهي هناك مدري فين هناك الباب يلا خلاص صار شاي جاهز بس الحين شاهي
يلا تعالوا قبل ما الشاي يبرد. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا احمد تعال نجات. يلا بسم الله قولوا بسم الله ابدأوا. احمد اول شيء احمد انت مره بعيد تعال. ما ابغى. طاير منه متى راح احمد تعال. يسوي نفسه. بالله يزعل كذا احد. تعال هنا احنا كنا طلعنا هنا فعشان كذا. ترى احمد دائما يطقطق علينا. هو ما كان زعلان بس كذا يمزح. وخر. نبي ناكل. اسمع اسمع. من برا. بالقلب. ابعد وانتوا كلكم. هذا حقي هذا حقي وهذا حقي كلهم. اه حمنا نشبه دحين. ابغى له خوره يلا الحقوا لي خوره يلا يلا يلا. لا يبغى شاي عشان كذا. الصلاة الصلاة ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله الله أكبر الله أكبر. غيوم سوداء يا جماعه لا لا مطر. لا سبحان الله مطر خفيف لانه جاء في يدنا كذا يعني حسينا كذا شيء مويه. انا جاء في عندي بالوجه جو 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 هذيجي كذا يعني كذا خفيف مره. ايوه انحى ما في وين وين. لا ترى صدق انا كمان حسيت انه في يدي. ايوه في حتى انا جاء عندي عند ايوه. لا ان شاء الله ان شاء الله. ايوه جاء في مره حمو مطر صح مطر. حمو فين؟ احمد نام خلاص. احمد بالله انت نمت؟ خلاص بردان. انا رايحه اتمشى هناك. مين يمشي معايا؟ ايش رايك نلعب اونو؟ اونو ايوه ايوه يلا تعال. هذا المدفون شوفوا حمدان هناك. لعب كوره مجنونه. يلا دحين نبدا نلعب اونا. ادينا انا احمد ضبط. كمان صح ادينا ضبط. حمو تعال هنا. مره برد مره برد. يلا امي 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 حمدان يلعب ما يلعب. كم حبه كلهم؟ 15. مين يعبر حمدان؟ 7. ايش شويه شويه شويه. لا انا حقي كله حقي كله. لا لا معاي معاي كل واحد كم حب احمد 15 صح؟ خلاص انا موعد على يدي خلاص عليك 15 كل واحد صح؟ ايوه. حقت سعد فين؟ سعد جاي لسه؟ ايوه سعد جاي كمان. ها حق طلع على سعد كمان. هذا يعطيله شويه. 7 يبغى كثير. يبغى كثير حمدان. احمد ادي له كمان. تبغى كمان؟ يبغى كمان كثير. لا ممكن في حكي راح يصيره. خلاص سعد خلي يجي سعد بعدين. طيب يلا انا عندي واحد. هذا يلا ابدأوا. ترى يا جماعة احنا بدينا من جديد لانه سعد كمان جاية واحمد لخبط كل شيء. يا اخي لا تضيع وقت. يلعب ولعب. انت كم اديت كل واحد؟ 15 15 صح؟ 15. لا اعطتني 7. لا تكذب. اعطتني 7. بالله كيف اعطيت له 7؟ بالله اعطتني 7. اديتك 15. لا سويت زي كذا قدامي شفت الله يعطيك بالعين. بالله احمد انت تمزح كذا. طيب ادي له حمدان شويه. خلاص يا جماعه احنا خلاص اعطينا جوال لحم حمودي. دحين احنا نبدا. الحين ارتحنا. اي والله. يلا. حارس تاكلها ساعة. خلاص ما تعرف ليه تسوي ما في مشكلة. كم حبة كل واحد؟ 10 يستاهل ولا لا؟ 10 ايوه تمام. ولا 15 عشان زيادة هنا في. لا لا 10 10 10 خلاص تمام. عندي 4. انت عدي. تمام. تخلص حقي صح؟ بشوف حقتي. 1 2 3 4 5 6 خلاص هنا 10. تمام. خلاص تمام حقتي. لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين. بسم الله بدأنا. ايوه 9 10 عندي نصيب كثير نصيب كثير.
ايش تصير معناته في كذا أربعة أربعة وفي كذا الوان عندي نصيب تمام كذي دي كذا اوه لا 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 والله ما يتحرك هذا وهذا يبغى له قهوة انا برضه عندي نصيب كثير واشتهيت موكا ايوه بقال هذيك بس مره بعيده مش عارف بعيد ترى يلا مين يبدا اول ايش ده ايش تعاد ايش تسوي يلا ها ما في غش يلا بدا ما حد يغش من ساعة نبدا يلا ابدا من عندي ما شاء الله اول واحد قدام يلا نجح ادوني اثنين ادوني اثنين ها ادوني اثنين ماما كثير احمد حاط اها حداك دحين دور نجاد خلاص شو اسمه انا اه انت حطيتي انا والله ما حطيت اسمعوا اسمعوا لخبطنا شويه بس بعد نجوى بشوف ايوه بعد احمد بعد نجوى ارجع يلا حط ما حد يغش ما في غش ترى سعد شوف عندي لون ولا لا ايوه عندي صار من النص بلا غش بلا يلا يلا نزل يا نجوى انا دوري لا سعد دور سعد انا خلاص شلت الحين تمام شلت وبنزل كمان تمام دحين دور احمد احمد دور احمد من دور إذا ما عندك قلم تشيله تحط رقم أربعة أو لونه هو رقم أربعة ما عارف هل هو كذا عشان أنا في سؤال إيش ده سعد تغش إندي حطيك إيش تغير أحمد حاطي له سعد سعد يلا سعد دار أوبا لو حطيتي بعدين لا ترجعي ما شاء الله تغير اللون لا لا خل نمشي على اللون الوردي انا كنت ابغى اللون لا في ترجيع لسه انا ما حطيت ما حطيت لا طب ثلاثة هذا مين ما حطيتي هذه سعد خلاص بحط مره ثانيه بحط مره ثانيه عندي شيء هذا انا حطيته هذا انت هذه نجوى هذه معليش يا جماعة احنا وصلنا البيت وصار معنا مشكلة انه طفى جوالي يعني راح شحنه فما قدرت اكمل معاكم الفلوق فان شاء الله راح اكمل معاكم الفلوق في فلوق الجاي ان شاء الله حسوي فلوق كمان جديده لا تنسون لايك شير سبسكرايب كومنتر اشياء ضروري ويلا حمدان سي باي يا طفي جوالك كذا سوي كذا سي باي ايوه يلا باي